والأخبار فيروس جدري القردة منذ أيام، وأخبار فيروس جدري القردة متصدرة للعناوين حتى أننا نخصص كل يوم جزء من الحلقة لمتابعة كافة التطورات حوله. فبعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية العالمية، وبعد تسجيل آلاف الإصابات في إفريقيا، بدأنا نشهد تسجيل حالات خارج القارة الإفريقية في السويد وباكستان. وكانت أعلنت باكستان عبر وزارة الصحة أن الإصابة التي سجلتها البلاد ليست من سلالة جدر القردة المنتشرة حاليا B1، وإنما من سلالة B2. اليوم دخلت الفلبين على خط الأزمة، حيث رصدت وزارة الصحة الفلبينية إصابة جديدة بمرض جدري القردة لشاب يبلغ من العمر 33 عاما لم يكن مسافرا للخارج، وهي الإصابة الأولى منذ ديسمبر من عام 2023، ولم يتم الإعلان فيها لو كانت الإصابة من السلالة الجديدة أم لا. هذا يأتي في وقت تحاول معظم دول العالم طمأنة مواطنيها أن الفيروس غير منتشر ولن يتحول لجائحة عالمية. وكانت العديد من الدول بدأت في تطبيق الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس، بالإضافة لإعلان شركة الأدوية المطورة للقاح الجدري القردة عن زيادة انتاجها.